هاو بعد التقليه الجيده حبيباتي كما تشوفون البرمه تاعنا البصل بيدو في البرمه تاعنا، نجيبو الماء المغلي ونمرقو بيه البرمه تاعنا. نحطلكم الماء لازم يكون سخون، ما يتحطش على الدجاج او اللحم مباشره حتى يكون سخون باش ما ينحيش منه البنه تاعو. هذوما النصائح حبيباتي ان شاء الله ديروا بيهم لي باش كل واحد تجي الماكله تاعو طيبه وعندها نفس جيد في الاكل. هكذا نرجعوا للفليتي تاعنا كان يتحمص. هاو حبيباتي القوام تاعو بعد التحميص نحطوه على نار متوسطه ونبداو نحركو فيه في كل مره ونقلبوه. بعد ما يتحمص مليح ويصبح بهذا اللون نجيبو قدر لتر من الماء الساخن ونحطوه مباشره على الزيت تاعنا حتى يتغطى. نطفيو النار ونخليه حتى يشرب هذا الماء تاعو قبل ما نحطوه يتفور. نخليه لمده 5 دقائق وبعد نعطيه لكم. او حبيباتي الزيت تاعنا بعد اللي حطينا له الماء هاو كيفاش تنفخت الكعبه تاعو كما تلاحظوا، شرب هذاك الماء كامل. واش نديروا له في هذا الوقت؟ نحطوه في كسكاس ونحطوه على الماء السخون يتفور. نرجع لكم. هاو حبيباتي بعد ما حطيناه في الكسكاس باش يتفور، سر من اسرار البنه كذلك نجيبوا شويه تاع الفلفل الاسود ونحطوها عليه. نحركوه مليح ونخليوه يتفور جيدا فورة واحدة فقط حبيباتي. من الأحسن أننا نغطيو عليه باش الكعبة تدخلها الطياب مليح مليح. هاو حبيباتي في كل مرة نجيو لتليتلي تاعنا نحركوه بالمغرف فقط باش تدخل الطياب لجميع الحبات تاعنا. في هذا الوقت نزيدو نطلو على لاصوص تاعنا، نجيبو الخضرة تاعنا نحطوها طيب حتى هي ونعسو الجريوات باش ما تتكسرناش طبعا لانها في ساعة طيب. ونرجع لكم. هاو حبيباتي بعد ما فرنا التليتي تاعنا درنا فيه برمة واحدة اخرى ودرنا فيه ملعقة من الزبدة الطبيعية. اللحم تاعنا راهو طاب والخضرة تاعنا طابت، نحيناهم وحدهم. القوام تاع لاصوص تاعنا هاو وجدت. دركا نصفيو لاصوص تاعنا بالكسكاس على التليتلي تاعنا ونحطوها تتجمر. نحطوها تتجمر بهذا الشكل حبيباتي باش ما يهبطش اي حاجه بصل او اي حاجه، باش تكون لاصوص تاع التليتلي تاعنا صافيه فوق التليتلي بهذا الشكل. نحطوه بعد على النار لانه قريب يطيب، غير يتجمر شويه فقط ونحيوه ونلتقيو في صحن التقديم. او حبيباتي وصلنا مع نهايه الفيديو، التليتلي تاعنا حاضر في صحن التقديم. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. كما تشوفوا كل حبه وحدها ببنه لا تقاوم. ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش بارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. ما بقى لي غير نقولكم في امان الله حبيباتي، مع السلامه. او حبيباتي وصلنا مع نهاية الفيديو، التليتلي تاعنا حاضر في صحن التقديم. ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. كما تشوفوا كل حبة وحدها ببنة لا تقاوم. ان شاء الله اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش بارطاجيوها مع اصحابكم واحبابكم، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك ويفعل الجرس ليصله كل جديد. ما بقى لي غير نقولكم في امان الله حبيباتي، مع السلامة.